تصريحات لاعب المنتخب الوطني رفيقة حليش. نفس الشعور، احنا مركزين على البطولة، على المجموعة، ان شاء الله يمكن نمر المرحلة الثانية. بس مسؤولية كبيرة في عاطفتك، يعني كلاعب مخضرم. مسؤولية على الجميع، يمكن زيادة علينا احنا القدامى. احنا ان شاء الله نكونوا حاضرين، نأدوا الواجب بالنسبة للشباب هادو وبالنسبة للوطن ان شاء الله، باش نمدوا الإيجابية للفريق. المفتاح التأهلي قلت هو المباراة الأولى، كيفاش راكم محضرين؟ كيفاش راكم تشوفوا المواجهة مع هاد المنافس؟ احنا محضرين لكل الفرق الثلاث اللي بمجموعتنا، منافسين بين ثلاثه. ما كانش الحين نفس ما قلت، ما كانش فريق او منتخب صغير ولا ضعيف في افريقيا. الحين لازم يكون تركيز عالي، والحمد لله التحضير كان جيد، ان شاء الله نكونوا حاضرين في المباراه. ان شاء الله النخب الوطني كان رفع يعني سقف الطموح، وقال انه جاء من اجل تتويج حليش يعني كممتع اللاعبين. انتم مكانك اكيد هذه بطوله، والبطوله تلعب لكي تفاز، باش البطوله تلعب باش واحد يربح بها. حنا هنايا مركزين ونادوا كاع اللي لازم باش نفوزوا البطوله. حليش تعود ربما لمصر بذكريات قديمه؟ عادية يعني، مرت عليها 10 سنين نسيناها أصلا. كما قلت هذه أجواء تانية، هذه بطولة تانية ما عندها حتى علاقة. إن شاء الله حتكون في الخير البلد هذا، في الخير علينا في المستقبل. كانت إذن هذه تصريحات لاعب المنتخب الوطني رفيق حليش. نذهب الآن على ما يبدو في الصور إلى تصريحات اللاعب الآخر للمنتخب سفيان فغولي مباشرة من القاهرة. لا، إذن تصريح سفيان فغولي لم يكن طويلا. إذن نلخص لكم ما جاء في تصريح